السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، مباشرة من الرحبة ديال تمارا. كما كتشوفوا معنا دائما مشاهدينا الكرام، الرحبة بدات كتعمر ولكن اغلب المساحات ديالها باقي خاوية. كاين الثمن، كاين اثمنة صراحة، الله يكون في العوان، الله يكون في العوان. خليكم معنا، هذا اللي كتشوفوا معنا الاخوان في الصورة، هذا 100,000 ريال. كاين 56، كاين 58، كاين 90، هذا هو اللي كاين. شارينا الوالد هذا عطوني 31، عطاك 31، الله يسخر الامور. الاخوان كاين 31، كاين شويه الثمن، هذاك هو الخروف الوحيد اللي لقيته ب 31. هذا اللي شفتو في الصورة الإخوان الأخير 54، المهم الخمسينات، الخمسينات هاكا يتشايرو. أنا 64، 50، 56، 58. نتمنهم الله الخير، نتمنهم الله الخير والسلعة توجد كثر. أكيد الحول الصبليوني الإخوان هنايا. كما كتشوفوا معنا الإخوان دائما مباشرة من الرحبة. السلعة الحنقورة تبارك الله راه حاضرة هنا كذلك مرة أخرى. كنهضروا على الجودة، كنهضروا على أمور اللي مزيانة. بالنسبة للثمن الإخوان فالثمن راه كاين، الثمن أنتم كتشوفوا معنا. نتمنهم الله الخير للجميع، هذا هو اللي كاين، السلعة كاينة والثمن كاين، هذا هو اللي كاين الإخوان. نتمنهم الله الخير والتيسير للجميع. مشاهدينا الكرام دائما مباشرة من الرحبة ديال تمارا. كما كتشوفوا معنا الرحبة باقا ما عمراتش مزيان، نقدروا نقولوا واحد 20 ولا 30 بيكوب اللي داخلة تقريبا دابا. البهايم كتهبط هنايا، هذه اللي كتربط من رجليها، شوفوا بلانا كيفاش الاخوان. انا 56، انا 98، تبارك الله ما شاء الله، تبارك الله ما شاء الله. كاين السلعه الاخوان، كاين الثمن، كله ورزقه، كله ورزقه، هذا هو اللي كاين. نتمنى الله الخير والتيسير للجميع، هذا هو اللي كاين تبارك الله. شحال هذا الصاحب؟ ها انتم الاخوان، كانت من الصورة عن بعد وعن قرب. هذه الاجواء ديال الرحبة، نمشيو معاكم للخروف الاسباني حتى وناخذ لكم منه واحد اللقطة، خليكم معنا. الخروف الاسباني للكيلو 55 درهم. يعني الاخوان كما شفتوا معنا هنا الخروف الاسباني تقريبا اقل خروف كتلقاوه بواحد 46، 50 وما يزيد عليها. كما كتشوف معنا التنظيم، تنظيم اللي هو مزيان، الامور غادا مزيانه. نتمنهم الله الخير والتيسير، الله يسخر الامور. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.